بقول لك يا طب احنا واحنا في بعد ما نخلص عشاء هستأذنك بس يعني ان انت تدفع الحساب عشان انا بس ما سحبتش فلوس. تستقبل يا سعداني؟ ايه يا عم في ايه؟ انت منزلني من البيت وتقول لي اعزمك على العشاء عشان لما نيجي عند الراجل تروح قايل لي انت اللي هتدفع الحساب؟ يا عم اعمل ايه؟ ما انا كنت مستعجل وانت قاعد بتزن عليا فنزلت ونسيت اخد الفيزا كارد. يا ابني انا مش عايز انزل وانت اللي عملت زن عشان انزل ونروح خلاص بقى نتعشى. خلاص بقى. طب اقول لك على حاجه، احنا يا معلم هنعمل تحدي، اللي هيضحك الاول هو اللي هيحاسب على العشاء. انتظر شويه يا سعداني. والله العظيم ما بهزر، اشتري مني بس، اشتري مني. ماشي. مرة لمونة مرة لمونة خليني أكمل بقى. مرة لمونة دخلت امتحان جابت 10 من 10. بيقول لك مرة راجل خلف 7 عيال سمى نفسه 7 أب. طيب ليه الدكاترة في العمليات بيلبسوا خضر؟ ليه؟ عشان العملية بتبقى في منتهى الخضورة. بيقول لك مرة محشش بيسأل محشش زيه، قال له بقول لك ايه، انت ايه رأيك في الزواج المبكر؟ قال له يعني على الساعة كام كده؟ طباخ عايز يمثل في عمل فيديو كريب، بيقول لك مرة راجل ومراته في كامب فنايمين في الصحراء في خيمة، كانوا نايمين فصحيوا كده في لحظة رومانسية. ناموا على كامب؟ كانوا ما تهزرش يا ابني، ما تهزرش والله هدفعك. المهم كانوا في كامب ونايمين في خيمة، ففتحوا عينيهم في لحظة رومانسية فقال لها واخدة بالك يا حبيبتي من اللي أنا واخد بالي منه؟ قالت له السما والنجوم والقمر. قال لها أنت عارفة ده معناه إيه؟ قالت له ده معناه إن صباحنا زي الفل. الله يا حمارة، ده معناه إن الخيمة اتسرقت أنت طالق. طب نفس الطباخ اللي كان عايز يمثل يا ابني هتدفع أصلا. نفس الطباخ اللي كان عايز يمثل جات له فرصة ففي اللوكيشن بقى المخرج عمال يزعق مفيش صوت وكده، فحصل موقف ضحكه قوي فضحك من غير صوص. يقول لك واحد وصاحبه قال له بقول لك ايه، طمني عليك كده، اخبارك ايه، انت لسه خاطب؟ قال له لا. قال له طب الحمد لله يا معلم، انا بصراحه كنت مكسوف قوي اقول لك ان البت دي شمال وماشيه مع كل شباب الجامعه، فالحمد لله انت ما اتجوزتهاش، المهم بس قول لي انت اخبارك ايه؟ قال له اتجوزتها. طب نفس الطباخ جه سوا والله ما هدفع، جه يصور بقى المشهد بتاعه، هو ما فيش حد بقى غير الطباخ ده؟ ماله يا عم ام الطباخ؟ يتصور المشهد بتاعه فواقف قدام الكاميرا وراح مبتسم كده وراح قال لهم شفتوا بسمتي؟ استنى استنى، لا لا استنى اديني فرصه. بيقول لك مره واحد فرفور قوي داخل الجيش، فالعسكري يعني المسؤول يعني عن الجنود وكده قال له يا ولد اسمك ايه؟ قال له لولي. قال له انت بتهزر ولا ايه؟ بكره تجيني ومعاك اسم راجل. قال له حاضر يا بيه. تاني يوم جابه قال له خد يا مهند. قال له ايوه يا بيه. قال له اسمك ايه؟ قال له لولي الشرير. مش دافع.